إلى الشارع مرة جديدة. عاد أهالي العسكريين المخطوفين وتحديدا إلى طريق المطار، حيث قطعوا الطريق القديم بالإطارات المشتعلة، خطوة تأتي بعد غياب معلومات جديدة تتعلق بملف أبنائهم، خصوصا وأن اللقاء الأخير معهم كان خلال عيد الفطر. هيدي رسالة لدولتنا الكريمة، رسالة لنقول لهم سنة وثلاث أشهر محلها. لا خلينا نقول كريمة، هو هن بيعرفوا حالهم، حتى يعرفوا في ملف سنة وثلاث أشهر وهن بعرسال بعيد 50 كيلومتر من هون، محلها تخلص القصة. قطع الطريق تسبب بزحمة سير خانقة ودفع بعدد من المواطنين إلى ترك سياراتهم والتوجه مشيا على الأقدام إلى المطار، بينما فضل عدد منهم التضامن مع الأهالي. نزلت لوقف معه، ما بعرف حدا، بس هودي إخواتي وأهلي وأصحابي وولادي. بيعمل مثل خاينة، كل العالم تنزل من بلا ما سافر، ما بدنا سافر. كمان متضامن؟ متضامنين معهم اكيد 100%. بسيارتك ونزلت؟ اي طبعا، نازل سيارتي موجوده هونيك ونزلت عشان اتضامن معهم، لانه شباب عسكريين. انا ابني عسكري، انا ابني عسكري وبخاف عليه مثل الشباب اللي معه، يعني طبيعي انه يصير هذا الشيء. انا جاي ماشي، صار لي 2 كيلو ماشي، ولا في طرقات ومعهم حق. نعتذر منك، ما تاخذنا، ما تاخذنا، مضطرين نعمل هيك عذرا. ها حبيبي. وبعد حوالي الساعة على قطع الطريق، قرر الأهالي إعادة فتحها، موجهين رسالة إلى الدولة اللبنانية. بدي أوجه رسالة اعتذار من كل إنسان وقفناه على الطريق، يمكن عرق الليل وسفره أو شيء، كرامة لهول العالم اللي وقفوا هلا على الطريق ويمكن عرقناهم. نحن أخذنا قرار بفتح الطريق، ولكن هذا الطريق سيعاد إقفاله مرة أخرى، ومش بس لحالنا. اللي بدي أقوله، جزء كبير من أهالي هيدي المنطقة هن اللي رح ينزل يسكروا الطريق مع العسكريين، وجزء كبير من الشعب اللبناني كله رح ينزل معنا يسكر هذا الطريق. هلأ نحن بعتنا رسالة لنقول للدولة اللبنانية قادرين نتحرك بكل الاتجاهات، قادرين نشاغب بس نحن منا مشاغبين، قادرين نكسر بس نحن مش مبادئنا وأخلاقنا التكسير. دولتنا الكريمة، أنا ما رح أقتنع بأنه ابني اللي صار له أكثر من 10 أشهر مخطوف عند الدولة الإسلامية منك عم تقدر تجيبي لي عنه أي معلومة، ما رح أقدر أقنع حالي. الشيء اللي بقوله بيني وبين نفسي ما بدك تجيبي لي معلومة، لذلك عم بناشدك أول شيء، وهلأ عم بطالبك وبكل قوة بأنك تتحركي وتحطي ملف العسكريين ال25 على طاولة الحوار وتفتشوا على حل. أنا طالب المفاوضين بطرح كافة المواضيع أمام أعين الأهالي بتسجيلات صوتية من الكل، من جهة النصرة ومن جهة الدولة الإسلامية، لطمأنة قلوب الأهالي أولاً وإعادتهم بأقصى سرعة ثانياً. وكان الأهالي بدأوا تحركاتهم من شارع المصارف في وسط بيروت، حيث قطعوا الطريق ليعودوا بعد هذا النهار الطويل إلى ساحة رياض الصلح، حيث الخيام منصوبة منذ أكثر من سنة.